السلام عليكم. شركة أمان دلوقتي بتنزل عربيات، هتبقى ده الموقع بتاعها بتاع المدرسة للتعليم القيادة، وفي نفس الوقت تسهيل عملية استخراج الرخصة وتعليم الناس ازاي تسوق العربية بالاختبارات. طبعا دي حاجة كويسة وجميلة، وغالبا هيكون هو ده الموقع بتاعهم بتاع شركة أمان، ودي نوعيات العربية كلها نيسان صني اللي هتبقى موجودة للاختبار، وده ده الموقع بتاعها جنب المرور القديم بتاع المعادي، بس هو لسه تحت التأهيل. دي حاجة كويسة جدا، هتبقى كويسة وتسهل عملية تعليم القيادة للناس. إن شاء الله تبقى حاجة كويسة وحاجة مريحة إن شاء الله لاستخراج الرخص وتعليم القيادة، حاجة كويسة ومبادرة كويسة.